بسم الله الرحمن الرحيم. بعد سقوط الأندلس في سنة 1492 خرج جماعة من المسلمين واليهود من الأندلس فارين بدينهم الإسلامي أو اليهودي. فهناك جماعة موجودة من اليهود في المغرب، وهناك جماعة منهم موجودون في جزيرة جربة، ولهم كنست يهودي يعرف بالغريبة، وكان عددهم قبل سنة 1948 ما يقدر ب 200 ألف يهودي تونسي، إلا أنهم اليوم يشكلون تقريبا 2500 بعد خروج جماعة منهم إلى دولة الكيان الصهيوني. وقد منحت الحكومة الأسبانية الجنسية لمن يثبت أنه كان من سلالة اليهود القدماء. وأما بالنسبة للمسلمين فقد رأيت جماعة منهم في شمال غرب المغرب في تطوان وشفشاون وطنجة وفنيدق ومارتيل، ما زالوا يحتفظون بأسرهم وأسمائها وعاداتهم وتقاليدهم الأندلسية. كما أن هناك جماعة موجودين في الجزائر، وهناك جماعة من الأسر المسلمة الأندلسية ما زالوا موجودين في تونس العاصمة وفي بنزرت، وقد رأيت أحياءهم وعاداتهم وتقاليدهم، وما زالوا يحتفظون بإرثهم الأندلسي. كما أن الحكومة العثمانية قديما وفي سنة 1400 أو في سنة 1609 من الميلاد نقلت عبر ميناء مارسيليا في جنوب فرنسا أسرا أندلسية عبر المراكب البحرية ووضعتهم في البلقان، وقد رأيت جماعة منهم في سراييفو عاصمة البوسنة يحتفظون حتى بلقبهم القديم. هناك أسرة بوسنوية موجودة إلى اليوم تعرف بتميموفيتش، يعني التميمي. وقد رأيت في بعض تواريخ مكة وقفا خاصا على مسلم الأندلس، ولا أدري هل الأندلسيون انتقلوا إلى مكة واستقروا بها، أم أن مسلمي مكة وضعوا لهم وقفا لمسلم الأندلس في العالم كله. عموما هناك الكثير من مسلم الأندلس، منهم من يحتفظ باسمه وتراثه وعاداته وتقاليده، ومنهم من لا يعرف عن ذلك شيئا، وهم الذين يسمون بالمرسكيين، أي المسلمين أو اليهود الذين خرجوا من الأندلس.